المدينة المصنفة ضمن المدن الأغنى في العالم من حيث الاحتياطيات النفطية، أينما تشيح بوجهك تجد مناظر النفايات فيها، حتى أنهارها تحولت إلى مكب لها. مليارات الدنانير أنفقت على ملف التنظيف، لكن واقع الحال يشي بتراجع الخدمات في البصرة هنا، التي صار يتحسر أهلها على ماضيها القديم عندما كانت مقصدا سياحيا لدول الخليج. كانت مدينة من أجمل المناطق اللي موجودة بالعراق، خاصة الخليج، يجون يقضون بها يمكن الخميس والجمعة ويسافرون ويشوفون جمالية البصرة. لكن الآن للأسف الشديد شوف البصرة منحطمة خدميا. في البصرة يقدر حجم النفايات التي تجمع فيها بنحو 1300 طن يوميا. خطة البلدية قضت بتقسيم المدينة إلى 7 قواطع، 2 منها منحت عقود التنظيف فيها إلى شركات محلية خاصة. التنظيف يعتمد على جهتين، الجهة الحكومية اللي هي تعمل التنظيف، وجزء ليس بالقليل هو على المواطن ومدى التزام المواطن بمواعيد إخراج النفايات من البيت، بعدم رمي النفايات بشكل عشوائي في الأنهار وفي الشوارع. عمال التنظيفات وصل عددهم في البصرة إلى 3000 عامل، رقم تقول البلدية إنه كاف لتخليص المدينة من النفايات، وخاصة أنهم يعملون على 3 وجبات يوميا. لكن وسام يقول عكس ذلك، فنقص الأيدي العاملة دفعه إلى مساعدة زملائه رغم أنه سائق سيارة لرفع القمامة. تسامحاتيك سائق، يعني السائق ما يصير أنا أحمل، صح لو لا؟ المفروض 3 عمال، زين إذا الأجل القاضي يقول لك أنا ما عندي عمال. تراجع مستوى النظافة أرجعه العاملون في البلدية إلى أسباب كثيرة، أبرزها رفعهم النفايات بأدوات بدائية، فضلا عن عدم فرض الغرامات على المخالفين، إلى جانب رمي المخلفات من السيارة أو من المرة من دون أدنى اهتمام. تعاني البصرة من أزمة واضحة في إدارة ملف النفايات، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من معدلات التلوث في المياه والتربة. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة.